مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حماتك بتحبك. امبارح فازت معانا مدام هالة وزوجها ابن عوف، حيلاقوا الليلة مدام أمنية وزوجها محمد. يلا نبدأ الحلقة. بما أننا في شهر رمضان، لنعرف تجهيزاتكم استعدادكم للشهر الكريم شو؟ والله طبعا يعني بس الحاجات اللي سواء مثلا البصله والحلمور والحاجات دي يعني والله لا اكيد الوالده الله يخليها جابت لي الحلمور والبصله والحاجات اللي معناتها حماتك بتحب طبعا اكيد ما خلصت ان شاء الله ربنا يطول في عمرها زي ما بنقول مره مالكه ما شاء الله بتعرف الواجب بتعرف الوصول دايما النسوان الكبار دول هم الخير والبركه ان شاء الله يبارك لك والجيل الجديد شويه بقى ما بيهتم بالحاجات دي ناس الحلمور والحاجات دي طبيعة الناس كلها تجيب عصاير جاهزة تجيب فواكه تاخذها في البيت فبدت الحاجات دي اهتمامات ثانية زي العدة طبعا عملية دي قبل رمضان لازم رمضان دي بعدينك عدة رمضان دي أهم حاجة أهم حاجة سنة حتى ولو عندها عدة تلقاها كلفتك في دخلة السوق طبعا ما في كلام يعني لازم كل سنة ما أصلا بيلموها كيف العدة طبعا كل سنة تشتري وتشتري وتشتري وتخزن طبعا دي واحدة من طقوس رمضان يعني اهم شيء طبعا العدة بما انه في حاجات جديدة في السوق وطقوس جديدة لازم ازور بالي طبعا اكيد نحن اللي بندفع طبعا هاي بنعرف التواصل مع الفوز المضى دي تمام ما اكيد طبعا انت دوبتي براكة فزوقت واثق منك المال الزكاة اكيد طبعا بس يعني يمكن طبخات بامور حبوباتنا القدام ما بتعرف لها يعني الحياة القديمة ما فعلا بتعملها لكن بس ما في تعرف ان شاء الله نشوف نرجع لضيوفنا الجداد ونسالهم عن بداياتهم وانتم ما يرسان جداد احنا ما شاء الله ما شاء الله اسكت يعني طيب ورينا تلاقيتوا كيف وارتبطتوا كيف وزواجكم كان كيف تغليبي زواج عادي والله زواجنا كان عادي هي ابوها الله يرحمه صاحب والدي انا ذاتي زواج معرفه يعني زواج معرفه بالضبط فكنا بنجيهم من صغار بنجي عندهم بيجوا عندنا في النهايه الجسمه بقت الحمد لله رب العالمين مننا وفينا يعني في النهايه كيف كانت تراتيب الزواج كيف كان والله التراتيب كانت طبيعيه جدا جدا يعني ما كان فيها الغلا الموجوده اللي بتشكي منها الشباب وبرضه ما فيها الرخص لانه في النهايه المره برضه عندها حقها المفروض تديها على قدر ما تقدر هي الحمد لله برضه كانت بتراعي ما شاء الله عندها والدته وابوها ربنا يرحمه ان شاء الله عم احمد ربنا يطرى بالخير فكان الناس مقدرين للحته دي يعني ودري للمعرفة اللي كانت بيناتهم بين الوالد وبين عم أحمد الحمد لله زي ما بقوله كانت معرفة وصداقة وبقت نسب طيب نرجع لأبن عوف ونشوف برنامجكم في رمضان من الصباح للمساء والحاجات اللي بتعملوها دائما في سفرة رمضان العامرة دائما والله في رمضان طبعا الشيء الأساسي في أي بيت سوداني هو العصيدة التقلية الروب هل تزبط لك العصيدة كويس؟ والله والله هي ولا دي اول رمضان بالنسبه لي رمضان اول رمضان لسه ما جربت لكن انا ناسي هي جات كده اخوات طبعا موظفات هي قاعده مع والدي في البيت وهم بقول لها خشي ما تخشي المطبخ خشي محل العواسه يعني امسكي شوفي العصيده بنسوها كيف الكسره الرهيفه بلاغ الغريق عليك ماله ما لازم بلاغ الحاجات الخفيفه خفيفه هم مات زمان اتعلموا كده اصغر منا الواحد كان بيتاكل قبيله خليه زمان واحد البنات الزمن دل دلوعات شوية يعني ما إحنا زمان تربية حبوبات لكن دلنا لا سنة سنة وأختي يمكن تكون في عمرها والدتي علمتها يعني ما بتخليها هي تقعد تعوس لكن يا يعني بنت تعالى اقعدي جنبي تعوس وكذا ما هي الحكاية في النهاية مسألة رغبة يعني الزول حتى لو طبعًا. كان صغير ولا كبير عنده رغبة في هناك والله سنة الواحد الكسرة بجيبها من الشارع تشتريها طوالي من كسرة بره تشتري كسرة تجي لكن ما في الزمن بقى ايقاعه سريع ما في زول السكة فعلا صح فعلا الناس دايما دايرين الحاجة السريعة سريعة فعلا نرجع لك يا محمد وانت عشت فترة عزابي كنت معتمد على نفسك وتخش المطبخ وتطبخ براك وكده والله الحمد لله يعني شاطر في المطبخ نحن جيل كده زي ما بقولوا من الابتدائي كنا متعودين يعني زي ما بقولوا متعودين على روحنا غسيل ملابسك مكوته من الابتدائي انت بتغسل وبتكوي براك تجي في الاجازات بتنزل تشتغل تطلع مصاريفك الحمد لله رب العالمين حتى بعد زي ما بقولوا حتى في فتره الجامعه الواحد كان طالب وفي نفس الوقت كان شغال معتمد على نفسه طيب بتخش المطبخ مع امي طوالي ما بتخش معي صراحه كده حصل يوم طبخت لها حله يعني
حلة وقطع بصل ودقيق. لا حلة ما بعرف، لكن شاطر في السلطة جدا. لا لا بحب السلطة ملا يعني ما شاء الله تبارك الله يعني بيظبطها حلو شديد يعني. لا دي ما مساعدة، مساعدة يا هو قطع البصل وغسيل العدة دي الحاجات المساعدة لكن. لا لا بنساعد بعض والله في المطبخ يعني، ما قاعدين ما رابعين التكلفة بيناتنا في المطبخ يعني. يعني في النهاية بنطلع بوجبتنا بنطلع بها مع بعض، يعني ما قاعد استنى مثلا لحد ما تجيب الوجبة هي. شاطرة في المطبخ. لا لا ما شاء الله. مع ذلك أنا بحب مثلا بتمها زي ما تقول. طبعا أنا بحب لما أطبخ بحب أكون معاي يعني قلت كده، بحب أتونس معاه عشان ذاته كده يعني الطبخة بتطلع أجمل يعني. كيف برنامجكم في رمضان؟ بتفطروا برا؟ بتفطروا أول يوم مع في البيت الكبير؟ بتفطروا مع الحجة؟ طبعا أول يوم بيكون في البيت الكبير طبعا لازم يعني. بيتكم أنتوا ولا؟ لا بيت ناس محمد وبعداك في. ثاني يوم بنكون معاهم. ثاني بعداك يعني بيكون في بيتنا يعني. بتفطر فطور رمضان جوا البيت ولا دائما بتشيلوا سنه رمضان برا؟ والله بنحب نفطر جوا، انا كنت اول ايام بحب افطر برا، لكن فطور برا بيجي ما زي زمان. زمان الناس كانت لما بتفطر برا بتفطر في الشارع البري على سنه يجوا الناس اللي بيجوا مارين يفطروا معاهم، الفطور في نص الحله هم ناس الحله، فما في زول بيجي من برا عشان انت تديه. رشتكم اللي قاعد تضيع لها عدتها ولا شو؟ لا لا ما كده ابدا ما كده، لكن زمان الناس بتتكلم عن فطور برا بتتكلم عن اللمه بتاعت الناس، بس حتى بقت اللمه حتى الناس بقت تتلمى، بس اللمه ذاته جوا البيت يعني اللمه القاعده قدام البيت دي شويه كده بقت قليله شويه، فبيجوا الناس تتلمى حتى جارك مع جارك الثاني تلموا في بيتك انت عشان عندك حوش كبير، الناس بتقعد معك بتفطر. دائما النسوان بيحتجوا على طلوع الصينيه برا عدتهم بعد ترى كورتي وينه ولا عكتي وينه؟ كورتي مع العكتي وجكي وكوبايه راحوا الزحمه بتاعت فطور الشارع ده يعني اكتر شنو تعبك فيها في البيت؟ اكتر حاجه تعبان والله بس الكوره يعني معززين بقى حسابها بيحميك التلفزيون يعني بيحميني التلفزيون غير كده يوم الكوره ده يعني انا اقنع منه نهائي اطلع من الصباح يجي الساعه 12 يا لما يعني لك الشباب في البيت لا ما قاعد لي شباب في البيت والله شباب في البيت دي ما في لكن بيمشي بيحضر في الاستاد ويعني انا بكون اليوم ذاك طلعت من الصباح دي مع الناس انا خلاص شوفوا ثاني يوم الصباح يعني دي الحاجة المعذباني شديد. عندك هواية الكورة دي يا محمد؟ اصلا ما بتحبها ولا في التلفزيون؟ ولا في التلفزيون ولا في لا لا فعلا لا لا فعلا من 87 خلاص انا حداد من الكورة في السودان خلاص انتهيت من اصلا حداد من الكورة من 87 خلال 87 ده اخر كورة انا حضرتها يعني خلاص اللي اتغلب فينا من الوداد المغربي خلاص بعدك طلقت الكورة السودانية بالثلاثة. تعبت مدام امنية في التلفزيون مسلسلات التركية وإيزي ألوان عاملين تلفزيونين يعني بعض مرات بتكون انت داير منا حاجة وهي متابعة لها مسلسل احنا عاملين اثنين تقول لك انتظر دقيقة عاملين اثنين بالمناسبة عاملين اثنين عشان ما تسحب واحد المسلسلات واحد حقنا بتاع المصارعة والأفلام الأجنبية حاجة زي كده يعني هواياتكم ما مشابهة طبعا احنا في التلفزيون ما يعني صراحة كم بيختلف هو براء وتلفزيون براء ولأنه أنا عندي مسلسلات التركية هو بحب شنو أنت بتحبي شنو والله هو بحب دائما الأكشن والحاجات دي يعني والمصارعة وكده لكن صراحه كده بحب المسلسلات التركيه والحاجات دي يعني وبالذات في رمضان يعني متعه البيت في 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 هنا لكن معظم الرجال انه بيحبوا المره في التلفزيون ليش عشان ما تطلع كثير يعني ولا تقول له والليله مشى انا سمي كده يعني البرامج يعني بيحبوا يعني فكره انك توديه وتجيبه دي مشكله بالنسبه لهم في زمن علينا دي بالذات بقت متعبه جدا لما تلاقي حاجه تلهيها وتشغيلها في البيت دي بالنسبه لهم ممتعه شديد انت فاهمه كويس طيب مع مرضى هنا في مرضى الموبايلات دي كثيره الونسه والشعارات والحياه والواتساب هي طبعا الموبايلات يعني دي دائما بتحرك الحله في البيت يعني في كثير جدا كثير جدا كثير حركت لك الحلل كثير بسبب الواتساب وبسبب طبعا الواتساب يعني اهم حاجه الواتساب كلها موبايلات كده كم حله حلقتها وجدت والله كثير كثير وبعدين غير كده طبعا الواتساب يعني اهم حاجه للمرأة يعني الواحد يدير حاجات وكده بقى يعني والموضات والثياب كلها بتصحى وبقى سوق يعني بقى السوق ومعرفة ناس وتواصل يعني ما ساهل بقى هو جروبات نفسه طيب يا جماعة جينا مرحلة المسابقة بتاعتنا ومع ضيفاتنا يمشوا على المطبخ ونشوف الليلة هيعملوا لنا شنو نطلع فاصل ونمشي المطبخ وصلنا معكم لفقرة المسابقة مع ضيفاتنا مدام هالة ومدام أمنية هالة كانت معنا في الحلقة اللي فاتت وأمنية هي الليلة الضيفة الجديدة فنسألها إن جات المسابقة دي كيف ولا
التجربه بتاعت المسابقه بالنسبه لك ذاتها؟ والله طبعا تجربه حلوه، انا اصلا بحب الطبيخ يعني، وعايزه يعني صراحه كده الناس تشوف ابداعاتي يعني. بحب الطبيخ شديد يعني، ويعني كده يا واثقه انك الليله حتفوزي. والله ان شاء الله اكيد لغايه اي زول بدوق طبيخي بقول حلو صراحه كده. هنشوف العمل بالبرحان يعني. ان شاء الله البرحان بالعمل. خلي لكم المطبخ وارجع للاستوديو مع ضيوفي ان شاء الله. يلا شوف مهاراتكم. رجعنا لكم من المطبخ ورجعنا للاستوديو. جعلتنا مع ضيوفنا محمد وابن عوف. لذلك ضيوفنا محمد في موضوع التلفزيون والمسلسلات. حصل امي اليوم متابع لك مسلسل وانت جاي تطلب لنا حاجه دقيقه دقيقه تنتهي المسلسل او برجع لك بعد الفاصل عادي. عادي يا سوني زوان ده نوبي دايركت مسلسل كله كله. وانت بتصبر لما تخلص لك دايما. خلي طلبك خلي طلبك يكون بعد المسلسل دايما. خلي طلبك يكون بعد المسلسل يعني. هذا صبور بتنتظرها تكمل مسلسلات 13 سنه خلاص. هتجيه لما اكمل المسلسل بعد الفاصل ده؟ والله يا كتير لانه زي ما انت عارف انا يا دوب جداد. انا يعني انت يوم كله وصل انه في الصوت ما عارف. لا 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 انا بجي يعني مورد بيجي البيت. الا ما عاد يكون في كوره، في كوره دي ما بجي. لكن كده المورد بكون خشيت البيت خلاص. يعني لازم بكون فيها مسلسل واحد اثنين ما بتكون مواصله كتير. وانا اصلا بجي اهو فغدان وعشان يا هول مورد ما عندنا مورد عشان يعني بس وجبة يا هول تنتظرني لحد ما أنا أجي مع ما يا هول غدا والعشاء سوى غدينا يا هول تكون متابع المسلسل. لو في كورة هي عارفة برأي إنه خلاص اللي المسلسل ما في. أنا عندي في البيت في زوم بيجي والدة بقعد عندها ساكن مع والدتي في البيت. والله يا أخي بس صبور عليه شوي لأنه عارف أنا زول مهووس تاع كورة يعني. ما قلت لها كورة معناها خلاص الكورة ايه اللي تحضر يا عادة عن المسلسل؟ طيب يا محمد انت لفيت السودان كتير؟ يعني مشيت القضارف، مشيت برسودان، مشيت المبيض، وريت حتات، مشيت ود مدني. طيب اجمل الاكلات السودانية المعروفة في دون السودان دول عجبتك شنو؟ بحب العصيدة. لا العصيدة دي حاجة مشتركة بين كل لكن بتختلف العصيدة الغريب من العصيدة الشرقية. والله بيختلف طبعا. الغريب بيحبوا الدخن طبعا. عصيدة الدخن احبها جدا بس بتاكلها طبعا. كلها طبعا بقت ثقافه في الخرطوم نفسها يعني. حتى الناس اللي بيبيعوا عصيدة بتاع الدخن بقت كثيره جدا في الخرطوم نفسها. فبقت الثقافه دخلت علينا جديده. لكن فعلا عصيدة الدخن جميله جدا جدا. الواحد لو اكلها ما تخليها تعمل. امي بتعرف تظبطها؟ علمتها تعمل. بقيت اجيب لها الدخن وبقيت تعمل عصيدة الدخن. لجد جميله يعني. جربها مقارنه بالعصيدة بتاعت الذره ما في مقارنه اصلا. جميله جدا. طيب بما انك انت قلت ما عندك هوايات في الكوره ولا الرياضه وكذا، هواياتك في رمضان شنو؟ يعني احب المشي. برنامجك في رمضان شنو؟ احب المشي جدا. وده غير طبعا الطقوس اليوميه بتاعت الفطور. بعد ذاك الناس تمشي التراويح. بعد التراويح انا شنو بعد ما ترجع من الشغل من الصباح؟ من الصباح بتطلع الشغل. انا طبعا مبرمج بتاع كمبيوتر اصلا. مبرمج بتاع كمبيوتر انا اصلا. ببني برامج. وشغلنا زي ما بيقولوا شغل راس اكثر من شغل تعب في الجسم. فانت نوع الناس اللي بتجي مجرد ما خطيت راسك في المخده بتنام من غير ما تفكر في اي حاجه. صوت ما تجي من تاني كم مظبط اموره. ما في سوى عصير ولا كده ولا مشاركه ولا اي شيء مني انا؟ ما حدش لك هسه؟ لا لا دي موجوده اصلا يعني. دايما وقت الوجبه انا بخش مع المطبخ عادي بنعمل حاجاتنا سواء كان عصير او سلطه او غيره. بيساعد معاه لحد ما تطلع وجبتك للاولاد. لانه ما شاء الله عندنا اربع اولاد الحمد لله رب العالمين. البرم عبد الرحمن في خامس وعندنا لميس في ثالث وعندنا لوجين في اولى وعندنا احمد داخل واحد عمره 3 سنه. فلازم نساعد يعني. مثلا بقي فيها 6 انفار ما زي نفرين ما زي 3 انفار. فلازم اساعد يعني. المسؤوليه بقت عليها كثيره جدا يعني. فانا بخش معاه الحمد لله في المطبخ بنظبط امورنا عصايرنا سلطتنا بنطلع وجبتنا كلنا مع بعض. حتى اولادنا برضه عودناهم على كده يعني. انه يشاركوا برضه هاي انه يشاركوا. طيب يا شباب اخر سؤال. انتم تجربه المسابقه دي تقبلتوها كيف يعني؟ جاتكم مسابقه وحتخش نسوانكم في مباراه عن اكله وعن لبتها كيف يا محمد؟ والله يا اخي مرتي ما شاء الله في المطبخ هي زولا مجيده جدا يعني. جاتك كيف يعني؟ والله جاتنا بدعوه. امي دي قالت لك انا الليله عندي. جات قالت لي والله عندنا حلقه ماشيين نقدمها في التلفزيون بخصوص مسابقه بتاعت اعداد طعام في مطبخ. ما اصلجت معاه في الاول كده؟ والله اصلجت. بس انا عندي مشكله في المواعيد بتاعت الزمن بس بالظبط يعني ما اكثر من كده.
في النهايه لما لقيت مصر على الموضوع قلت له جزاك الله خير ما في مشكله اصلا. كيف التجربه كانت بالنسبه لكم يعني تجربه انك مرتك تسهر في التلفزيون وتقدم لك مسابقه؟ والله حاجه جميله ذات الناس زي ما بيقولوا دايره توري موهبتها في التبيخ ذاته بالنسبه للناس تشوفه وتشوف موهبتها في التبيخ. بعدين ذات الظهور للمشاهدين في التلفزيون زي ما بيقولوا اي زول بيتمناها. ان شاء الله ربنا يوفقك. كيف التجربه دي بالنسبه لكم يعني؟ والله تجربه حلوه طبعا. بما انك كنت معنا في حلقه اكيد طبعا يعني بالحلقه الثانيه اكيد طبعا. انا الدعوه جاتني انا ما جاتني يعني لانه انا ما بعرف انا عشان مثلا عريس جديد وكده جيت طرحتها عليها وريتها قلت لها وانا مع انه شغال قلت لها كيف تمشي ولا خليها قلت لها نمشي كويس والله انا هزورها خلاص ما مشكله انا شغل ما مشكله ما مشكله دقيت تليفون بس انه انا شنو حاتاخر ما حاطين طريق الليل هي اشتغل دي كده كده هي بس هي ما جهزت انا جهزت سريع. وصلنا للفقره الاخيره اللي فرز المسابقه نطلع فاصل ونمشي المطبخ. حماتك بتحبك. قبل الفاصل هالة وأمنية عملوا لنا ملاحة قلية يلا نشوف منو فيهم حتفوز. ستة تسعة. ستة من عشرة وتسعة من عشرة. طيب يا ابن عوف أنا بدي عشرة من عشرة بدي ثمانية من عشرة. أنا بدي ده ثمانية من عشرة وده عشرة من عشرة. الفايزة معانا في مسابقة الليلة هي مدام هالة. مبروك لهالة وزوجها ابن عوف. لحد ما نلاقيهم بكرة في مسابقة جديدة. مع السلامة.